إن من صفات الزوجة الصالحة الحذر من كيد الشيطان ونزغ الشيطان ووساوس الشيطان وما يلقيه الشيطان في النفوس مما يترتب على الإصغاء له وسماعه فساد العشرة وتهدم البيت بيت الزوجية. وكم من الأسر والبيوتات حصل الفراق الذي لم يكن بعده رجعة بطاعة الشيطان واتباع وساوس الشيطان. ولو أن كل واحد منهما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتعد عن نزغاته ووساوسه لما وقعت تلك الأمور ولم يحصل ذلك التفرق. كم من البيوت حصل فيها تفرق بسبب طاعة الشيطان، ثم يذهب هذا المفسد من الشياطين إلى إبليس لتدنو منزلته منه وتقرب مكانته عنده بما أحدثه من فرقة بين الزوجين. وهنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة مفيدة، أن هذا العدو الخفي الذي يراك ولا تراه صاحب خبرة واسعة، صاحب خبرة واسعة وصاحب تجارب عديدة. الآن عندما يريدون يتحدثون عن بعض المؤسسات وعن بعض الخبرات، كم من السنوات يعدون في باب الخبرة؟ إن كان العدد كبيرا قال 50 سنة خبرة أو 60 سنة أو 70 سنة إن زاد العدد. لكن خبرة إبليس في الإغواء والصد وحرف الناس وإيقاع العداوات خبرة آلاف السنوات. كم من الناس دخلوا الحفر ودفنوا وكانوا من آثار دعوة الشيطان الرجيم، من آثار إفساد الشيطان الرجيم، من آثار إغواء الشيطان الرجيم. ولهذا يحتاج المسلم، البيت المسلم يحتاج إلى أن يحصن نفسه وأن يصوم.